بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم الكوره مع مين. صراحه ما قدرتش اطلع بعد الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي من اللي عمله ابو صلاح. ابتديت اخد يوم كده ويومين ريست كده افكر اقول ايه. صراحه مش لاقي حاجه اقولها، يعني اللي بيعمله صلاح تعدى حدود المنطق. يعني لاعب مانشستر يونايتد في وجود رونالدو وبول بوجبا والليله دي كلها وفي الاولترافورد، هو بصراحه يجيب هاتريك وليفربول يكسب 5-0، يعني دي حاجة كبيرة جدا جدا. أبو صلاح أصبح رقم واحد في العالم. المباراة في مجملها كانت مباراة تقدر تقول سيطرة من جانب واحد لصالح ليفربول، لأن إحنا عارفين يورجن كلوب بيحب يلعب كرة مفتوحة وكرة هجومية. في المقابل المعلم سولشاير احنا مش عارفين هو بيحب يلعب كوره هجوميه ولا كوره دفاعيه ولا كوره متوازنه ولا اي كوره. نازل بتشكيل خاطئ مع عدل بول بوجبا بره وبيلعب منزل الناس ما سمعناش عنها قبل كده ولا حتى في طبق اليوم، وعنده لعيبه كتير ولاعيبه ممتازين. بس ولكن زي ما قلنا ان مانشستر يونايتد مستواه في هبوط منذ وصول الدون، بس ده مش بسبب ان كريستيانو رونالدو وحش، ده بسبب ان المدرب بتاعهم سولشاير مش عارف يعمل التشكيله المناسبه اللي تخدم صح على كريستيانو رونالدو. يعني بول بوجبا طول عمره معروف انه بيلعب في نص الملعب ديفندر وعنده لمسه صانع الالعاب، بيلعبه دلوقتي جناح يمين. بول بوجبا بيلعب جناح يمين ازاي؟ مش شغلته، حتى لو كان انتج فيها في اول مباراتين في الدوري، ولكن مع وصول رونالدو ما بقتش حتته، ما بيعرفش يقوم بواجبه مظبوط اللي هو كان واجب دفاعي مع لمساته الفنيه اللي يقدر يوصل بيها لعيب للجون سواء بثرو او باوفر او كذا. لا، حطه باك يمين او جناح يمين مش قادر يقوم بالدور ده، مع انه عنده لعيبه كتير تقدر تقوم بالدور ده. يعني عنده جرينوود وعنده راشفورد وعنده اكتر من لعيب يقدروا يلعبوا، مارسيال، وعنده لعيبه كتير تقدر تلعب في الحته دي، بس لكنه مش قادر يوظف اللعيبه صح منذ وصول كريستيانو رونالدو. سولشاير مش المدرب اللي يمسك المان يونايتد، لازم المدرب اللي يمسك المان يونايتد يكون له سي في جامد جدا، سواء على الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا. لازم يكون مدرب كبير وله اسم كبير وله بصمه ومعروف. احنا مش هنجيب واحد كل شويه، واحد ابن من ابناء النادي يدرب الفريق، ابن من ابناء النادي بيجي يدرب الفريق لفتره مؤقته لحين توفير المدرب الكفء اللي يقدر يقود الفريق لمنافسه البطولات دي. لكن من ساعه ما شفنا السير فيرجسون، من ساعه ما ساب الفرقه بقى وجابوا لنا شويه مدربين بقى ايه من يمين ومن الشمال، مدربين كلها مغموره، ومانشستر يونايتد من وقتها في النازل يوم عن يوم. سولشاير هيلاعب الماتش الجاي توتنهام، هو هيكسب توتنهام، انا بقول لك هيكسب توتنهام لان توتنهام بيلعب السنه دي كوره عشوائيه والفرقه كلها بتجيب فيه جوان، يعني ولو كسب ماتش واحد سنه بيكسبه بالحظ يعني. فتوتنهام بيلعب كوره عشوائيه هو كمان ومدربه تعبان جدا، مش متذكر اسمه حاليا يعني. فهو هيغلب توتنهام ايا كانت النتيجه يعني، ولكن يظل الاداء الهجوم لمانشستر يونايتد مفقود، واللعيبه مش لاقيه نفسها كلها بلا استثناء، ابتداء من برونو فرنانديز لبول بوجبا لراشفورد لماجواير، كل الفرقه من اولها لاخرها مش في حالتها. سولشاير ما ينفعش، لازم مدرب تاني. ولكن نرجع لمرجوعنا وابو صلاح بيثبت يوم عن يوم انه لعبت بيه تقيل قوي، وحتى لما بتشوفه وهو بيحتفل وتشوف الثقه اللي عنده وتشوف بنيانه بقى عامل ازاي، لا صلاح بقى رقم واحد في العالم، بيقدر يجيب جول من خرم ابره وشفناه مع كل الفرق وما بيخافش لا فرقه كبيره ولا فرقه صغيره. صلاح تقيل جدا جدا وفعلا جناح عصري، وان شاء الله هياخد السيزون السنه دي احسن لاعب في العالم، وهياخد بطل وهياخد هداف السيزون النهارده لان هو بيتربع على قمه الهدافين. وليفربول يعني في محنه، يعني ما نقدرش نقول ان ليفربول هو اللي هياخد الدوري، ولكن لسه المسابقه طويله، هنشوف ليفربول وتشيلسي والمان سيتي. المان سيتي ماشي على خطى ممتازه بيكسب كل ماتشاته، وتشيلسي فريق تقيل جدا من الصعب انك تجيب فيه جون، وان كان كسب الماتش قبل برينتفورد شويه توفيق مش اكتر، ولكن يظل تشيلسي بيقدم اداء كويس وعنده تيم تقيل.
تيم، مش تيم النجم الواحد، لا تيم بيلعب كواحده واحده، منظومه واحده، عارفين بيعملوا ايه صراحه، وعندهم الخيارات البديله سواء اللي في الملعب او على الخط من بره. المنافسه هتبقى قويه جدا زي ما قلنا قبل كده في حلقات تانيه، السيتي وتشيلسي وليفربول، وهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، وبصراحه ان شاء الله هيحصل بطوله ليفربول، او بتمنى يعني، لكن اتمنى ان نشوف مزيد ومزيد من ابو صلاح، لان بقت الكوره مع في وجود ابو صلاح ممتعه جدا مع ليفربول، وزمانه في الفريق كلهم بيدعموه وحابينه وبيقولوا عليه انه رقم واحد، وهو فعلا رقم واحد ويستحق ده. وجينا نبص نظره على الدوري الانجليزي، لقيت ثلاث الفرق اللي في الاول بيفرق منهم نقطه نقطتين، يعني تشيلسي 22 نقطه من 9 ماتشات، ليفربول 21 نقطه من 9 ماتشات، والمان سيتي 20 نقطه من 9 ماتشات. ولكن لو جينا نبص على مؤخره الجدول هنلاقي كالعاده نورث سيتي عنده نقطتين، ونيوكاسل قبليه على طول عنده 4 نقط، وبيرنلي قبليهم على طول عنده 4 نقط، ودول الفرق اللي غالبا هتهبط السنه دي، ولكن لسه زي ما قلنا السيزون طويل، ولكن 100% نورث سيتي هيهبط السنه دي. نيوكاسل اكيد هيعمل تدعيمات كبيره في فتره النقاط الشتويه، نظرا لانه مجموعة الاستثمار السعودي اشترته، هيغيروا المدرب وهيشتروا لعيبة وتدعيمات، فغالبا هيقعد، ولكن هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. نخش بقى على الدوري المصري اللي بدا امبارح، والعجن الكروي، ولكن السنه دي غالبا مش هيبقى فيه عجن، لا هيبقى دوري قوي جدا، الفرق كلها عامله تدعيمات فوق الوصف، 27 صفقه و25 و23 و18 و5 و3 و2 و7 و9، كل الفرق عامله تدعيمات باستثناء نادي الزمالك اللي ما قدرش يقيد الصفقات الجديده، لكن رجع له اللعيبه المعاره بتاعه نظرا لانه موقوف عن القيد لفترتين متتاليه، لان عليهم 52 مليون جنيه ديون حلة، يعني واجبة الدفع حاليا، سواء لجروس او باتشيكو او مع او معروف يوسف والليستة قدام جايات، كل الفلوس دي المفروض تدفع في خلال الشهر اللي احنا فيه ده، لان لو ما دفعتش هيتم ايقاف القيد لفتره ثالثه وممكن لفتره رابعه كمان. نتمنى كل التوفيق لكل الفرق المصريه. بعد كده ان شاء الله هعمل حلقات للدوري الانجليزي منفصل عن حلقات الدوري المصري، ونبقى ماشيين في اتجاهين متوازيين، يعني عشان اللي بيحب الدوري المصري بيحب الدوري الانجليزي. ويا ريت كل اللي بيتفرج على الحلقات بتاعتي يشيرها على الفيسبوك، مش هتخسر حاجه، وادعوا اصدقائك للاشتراك في القناه كوره مع ميجي.